طيب الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام، موجز أخبار الثالثة نقدمه لكم من قناة المرابطون. تتواصل بولاية ترابزة زيارة الرئيس الموريتاني محمد والعبد العزيز، حيث زار بعض المنشآت والمرافق في مركز تيغنت لداري، كما زار قناة أفطوط الساحلي البالغ طولها 55 كيلومتر. وكان الرئيس قد دشن مساء أمس مركزا صحيا جديدا بمقاطعة كرمسين، كما زار بعض المنشآت فيها ووضع حجر الأساس لمحطة كهربائية بمركز جاغو الإداري. نظمت المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حملة للتبرع بالدم في نواكشوط، شارك فيها العشرات من منتسبها. وقال رئيس المنظمة يحيى أبو بكر إن هذا العمل التطوعي يدخل في إطار الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المنظمة على أصعدة مختلفة. رياضيا، توج نادي الإكسار عميد أندية العاصمة نواكشوط ببطولة كأس رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، حينما فاز في المباراة النهائية على نادي تججة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضيع بذلك الأخير فرصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه. انتخبت الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم يوم أمس أحمد وليحيى لمأمورية رئاسية ثانية تستمر 4 سنوات. وقال وليحيى الذي لم ينافس أحد في هذه الانتخابات، قال في تصريح لقناة المرابطون إن مأموريته الثانية ستكون مأمورية إنجازات وسيضاعف الجهد من أجل إنجاز أكبر. نهاية موجز أخبار الثالثة، يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشراته وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة. الرابعة، موجز إخباري بحول الله، في أمان الله.